العادة راح نشوفها بعد قليل بعد المحاولة الجميلة من جانب معوش اللي انطلق على الجهة اليسرى وأشو الحارس ولد ماطا اللي كان في مكان وطارق أمام غول طارق وتسامح بين اللاعبين. هكذا نتمنى أنه يبقى اللقاء في المحاولة هذه لأشو اللي ضيع للمرة الثانية فرصة أخرى للتهديف. وفي الدقيقة 15 من الشوط الثاني إعادة وولد ماطا اللي كان في المكان المناسب مباشرة ناحية الزاير اللي فوق في هذه الكرة يرجع للميدان ناحية غازي، لكن طاليس ارتكب المخالفة أمام ميزاير. زغدود زغدود لحمدود، حمدود لجحنين، جحنين ترجع من حمدود ناحية دغماني، دغماني يا حمدود برج الكرة كما ينبغي بين عناصر اتحاد العاصمة. أشيو الكرة لبختي، بختي مد الكرة لمدوي، مدوي والكرة ما تمرش كما ينبغي وترجع لجحنين. غازي، غازي على الجهة اليمنى حمدود، مد كورتو لأشيو أمام السلمي، لكن الحكم ما يقول ولا شيء لأنه سلمي لعب الكرة ناحية بونقجة. فتحين على الجهة اليمنى فيه الكرة كما ينبغي من بونقجة، فتحين طويلة مسطرة مسطرة، لكن زحتوب موجود هناك، زحتوب اللي يغطي منطقته ويغطي دفاعه كما ينبغي. فتحين مرر الكرة هذه ناحية الدفاع لكن ترجع الكرة لاتحاد العاصمة. جحنين، غازي، غازي وحمداني ضيع له الكرة هذه بعد ما مررها غازي. محاولتين خطيرتين لصالح فريق اتحاد العاصمة عن طريق أشو. سلمي بختي، بختي يبحث عن زاير أو بزوار، ونقجة ونقجة لبختي ومزوار، مزوار الكرة مخالفة، ونقجة سلمي، سلمي لبونقجة نسيم على الجهة اليمنى يفتح، لا يحاول المراوغة ناحية علي موسى. مزور في وسط الهجوم مليحة ناحية مزور دائما، لكن القلب نتاعو كان ضعيف، قلبة مزور كانت غير مركزة وانتهت إلى الست أمتار. صاير هشام، صاير إعادة للميدان وفتحين أمام جالون ومخالفة ارتكبها فتحين أمام جالون. غول طارق، كرة هذه لصالح غول، غول طارق ناحية الهجوم الموجود أشيو معوش وكذلك جالون. طارق من ستارة يطلبها الحكم السيد حيرش. غول ناحية معوش وقفها بالصدر، لكن سلمي أمامه، سلمي بعد خطر من منطقته. غماني، غماني بد كورته ناحية جالون وطالي، طالي فتحي الحين والكرة إلى التمام. غول ونقطة بس مرة أخرى لصالح فريق اتحاد العاصمة في الحراسة الفردية المضروبة كذلك من طرف دغماني على علي موسى. علي موسى إسحاق رقم 9 قلب هجوم فريق شباب الوزداد. طارق غول على شكل ركنية ناحية ولد ماطا يرجع الكرة هذه إعادة للميدان لباجي فيصل، يوقفها لكن لا تروح تباس، ما حقش عليها باجي وتباس لصالح فريق اتحاد العاصمة.
حمدود صلي مدوي مدوي خير الدين الكره ناحيه علي موسى ترجع لي خير الدين مدوي مدوي في الكره هذه امام مزور مزور امامه فتحين على الجهه اليمنى راح يفتح ناحيه علي موسى من دون شك مليحه لكن تدخل دغماني ويخرجها غازي من منطقته اشيو اشيو فتحين يلحق على الكره هذه يرجعها لبولقجة سلمي طاليس على الجهه اليسرى طاليس والسلمي مد الكره هذه لمضوي خليها تخرج الى تماس مضوي هو اللي خرجها الى تماس امام حمدود غازي غازي وسط الميدان غازي ناحيه معوش ما يلحقش عليها لكن الى الحارس مزاير اللي خليها تخرج الى السته نهار اللقاء في دقيقة 22 يبقى بالتعادل السلبي 0 مقابل 0 طبعا الجمهور الحاضر بدرجات 20 قوس واللي يشاهد هذا اللقاء على الشاشة الصغيرة ينتظر الأهداف وينتظر اللقطات الفنية القذفات من بعيد و غيرها في لقاء محلي كهذا زغزوغ يرجع الكره يخليها تروح لزاير هشام امام علي موسى زاير ليس واشيو ليس يخلي الكره الى التماس مباشره من الحارس زاير الى التماس كرة تخرج أكثر إلى التماس منها في وسط الميدان حمداني يرتكب المخالفة حمداني أمام فيصل باجي طاليس طاليس أو باجي والكرة لمضوي والمخالفة من غازي غازي يرتكب المخالفة أمام مضوي خيرتي فدي بختي كريم بختي طاليس طاليس فيه محاولة فردية طاليس محمد مليحة يحاول انه يراوغ ناحية مضوي مضوي مد كورتو لباجي باجي يفتح مباشرة ناحية علي موسى لكن تدخل تحنين يخرج كورتو بختي والكرة لصالح شباب الوزاد دائما عن طريق مزور مزور فتحين فتحين يفتح لكن امامه جحنين اللي يخرج الكرة هذه الى التمام فتحين فتحين امامه سطرة سطرة مزوار ترجع لسطرة سطرة وغول طارق يحرك الكرة الكرة لمزور مزور وفتحين ناحية علي موسى لكن فيه دغماني وجحنين يحاول يخرج الكرة هذه من منطقته ناحية بونقجة الكرة تروح لجحنين ترجع مرة أخرى حيث قالوا يقولوا بنقجة بنقجة نسيم والكرة ثلاث من ثلاث شباب مستحيل مستحيل وسطرة مزور مزور في الهجوم ومخالفة خلف هذه مزور تنفذ مباشرة ناحية طاليس طاليس في هذه المحاولة طاليس ناحية علي موسى مليحة من طاليس والمخالفة مخالفة وإنذار بدون شك تحميل إنذار الأول في الشوط الأول هذا وفي إذا لتحميل الإنذار هذا واحتجاج لكن احتجاج من اللاعبين نشوف الإعادة والتدخل من تحميل أمام أمام طاليس إذا إنذار لجحنين إنذار لجحنين والمخالفة والاحتجاج و فيه الاحتجاج فيه كذلك أدوار سينمائية يلعبها كل لاعب من الفريقين طبعا الكل يشتكي
للحكم. طبعا المخالفة راح تكون خطيرة وخطيرة جدا على مرمى هشام زاير. هذا الحكم السيد حيرش يثير هذا اللقاء ويطلب من لاعب باجي انه ما يلفش المخالفة حتى ان يعلن الحكم عن ذلك. طبعا هذا تتفادى كل محاولة للاحتجاج. وفيه باجي ومزوار امام الكرة. باجي ومزوار الاول من باجي كان مباغت في فريق لا الحكم يقول عكس ذلك. فيه احتجاج وفيه راح نشوف الإعادة لهذه اللقطة. ربما كان فيه وضعية تسلل من جانب أحد اللاعبين. إعادة ثانية حتى نكتشف ماذا جرى في هذه اللقطة. هدف كان من باجي مباشرة لكن اللاعب او واحد من اللاعبين كان في الحقيقة انه كان المخالفة غير مباشرة وباجي تفقدها مباشرة ولذلك الحكم كان اعلن عن مخالفة وست امتار لصالح فريق اتحاد العاصمة. اذا المحاولة لفتحين والخطر الحوم امام مرمى مساير. اذا الحكم كان طبق القانون والمخالفه كانت غير مباشره. لابد ان اللاعب يلمسها لاعب اخر يعني فيه لاعبين اثنين يلمسوا الكره وبذلك الحكم رفض الهدف. ونقطه والمخالفه غلطة لصالح اتحاد العاصمة او شباب الوزداد عفوا عن طريق فتحين. فتحين المدافع الايمن امامه قالون. قالون انذار فعلا لانه كان طلب منه الحكم انه يحترم القوانين ويحترم الامتار القانونيه ولذلك الانذار كان مستحق لقالون. فتحين ينفذ هذه المخالفه ناحيه مجموعه من اللاعبين في الهجوم وين موجود بونقجه. ترجع الكره هذه من حمدود وطلي خلفا لصالح فريق اتحاد العاصمة. تلعب هذه المخالفة ناحية قالون لكن فتحين يعود ويرجع ويمد الكرة هذه لولد مطر. ترجع لفتحين كورتو تفوق فتحين ويتحصل على التمام. بس لصالح شباب الوزداد بعد 29 دقيقة من الشوط الاول النتيجه 0-0 ولقطه محاوله لكن دغماني امام علي موسى. ظل بتاع دغماني اليوم او ظل علي موسى هو دغماني. اثنين والمخالفه يرتكبها امام مزور. الحكم قريب من كل اللقطات. الحكم السيد حيرش يساعده كل من جزار وناكوري. والمخالفه لصالح باجي. وفتحين نرجع لفتحين على الجهه اليمنى. فتحين يفتح مليحه ناحيه علي موسى بالراس لكن سهله الكره بالنسبه للزاير. ومخالفه الى زغدود. منير خليس مزور لكن طارق غولي وقف كرته لجحنين.
حنين فريد، لكن الكرة إلى التماس. شوف الإعادة فقط لهذا الهدف اللي سجله باجي، والمخالفة كانت غير مباشرة بينما دفنها الباجي مباشرة، ولذلك الحكم رفض الهدف وأعطى ضربة مرمى للحارس ميزاير. إذن المحاولة لصالح باجي، طاليس، تبقى الكرة لصالح شباب الوداد، يوقفها طاليس، مخالفة من حمداني أمام طاليس. طبعا المحاولة هذه نشوف الإعادة وتدخل حمداني من أمام طاليس، واللاعب يقدر يغالط الحكم في كل وقت وفي كل مرة، خاصة إذا كان الحكم بعيد عن اللقطة والمسوار اللي راح ينفذ هذه المخالفة الخطيرة، خاصة أنه مسوار يتمتع بالقوة في التنفيذ. لكن مباشرة لدغماني وإلى 6 أمتار لفتحي، 6 أمتار للحارس ميزاير. إعادة مرة أخرى سامي تشلود، و إذن الكرة ما لمستش لاعب واحد آخر، ورفض الهدف كان قانوني بالنسبة للحكم وطاليس. إلى التماس من طاليس ناحية حمدود، حمدود معوش، معوش يمد كورته لتحنين، توصل الميدان تحنين، الكرة لحمدود، أشيو، التماس لاتحاد العاصمة، حمدود، حمدود لتحنين، تحنين في محاولة لكن هو نقطة يخرج الكرة هذه لغازي، تبقى الكرة خطيرة ومعوش أو قالون يقذف، لكن 6 أمتار للحارس ولد ماطا سليمان، حارس اللي انقذ مرماه قبل قليل بعد القذف من اشو. ان شاء الله يكون الاصطدام اصطدام قوي نوعا ما بين غول طارق وقالون، و بسلامة للاعبين. المحاولة لفتحي، علي موسى بالرأس، علي موسى مباشرة ناحية الطارة، علي موسى تبقى الكرة في منطقة اتحاد العاصمة، علي موسى اللي يحاول لكن أمامه دغمني يخرج الكرة هذه إلى التماس، تماس فيه مايشي يحضر في نفسه من أجل الدخول في مكان من سنعرف بعد قليل. طاليس ناحية علي موسى، علي موسى وكاد باجي، باجي كاد يخادع الحارس ميزاير، باجي الصورة، علي موسى اللي رجع هذه الكرة بضربة رأسية ناحية باجي اللي كورته ما خرجتش بعيدة كثير عن مرمى ميزاير. طويلة إعادة الميدان، طاليس مدوي هيرتي يوقف الكرة، الكرة هذه تمر لمدوي ومخالفة لغازي، غازي أمامه حمدود، حمدود طويلة الموجود قالون، لكن الحارس والمطا وفتحين، فتحين ناحية علي موسى، زغدود يرجع كورته هذه ناحية المزور، علي موسى والكرة إلى التماس، بس لصالح فريق اتحاد العاصمة، وفيه خطأ ومخالفة من جانب مزوار وتحليل.
يطالب هذا اللاعب اللي تحول الى مدرب. و طبعا فيه في تركيز من جانب الدفاع واخطاء قليله بالنسبه لدفاع الفريقين. فيه خطا كذلك من غول الذي لم يمرر الكره من التماس من مكانها ما نفذهاش من مكانها علي موسى. عماني التماس عماني اليوم هو الحارس الامين تاع علي موسى. عماني على الصوره لاعب تدعي مؤخرا الى المنتخب الوطني وهول البحر. كرات كثيره تخرج الى التماس وفتحين الحين مزور نمو نمو جحنين ومزور الكرة بتاعه كاز على مين والمخالفة لصالح التحكم لصالح اتحاد العاصمة من جانب زغدود. زغدود قلب دفاع اتحاد العاصمة و فيه إذن خروج طاليس ودخول مايشي. خروج طاليس وخروج بختي والخروج رقم 6 قائد الفريق بختي ودخول مايشي. بختي اللي يعاني من إصابة كان درش يكمل هذا الشوط الأول نظرا لإصابته. والدقيقة 38 من الشوط الأول حارس الفريق هو طاليس محمد. غول ستارة كم يطلب الأمتار القانونية و غول طارق ويلا ناحية دالول. يقول لك يتفوق عليه فتحين يرجع كورته ناحيه علي موسى. علي موسى مزور مزور علي موسى فتحين لكن خاطئ التماس بس من فتحين. حتى الجمهور ما تفاعلش كثيرا مع هذا الشوط الاول نظرا ل قلت انه ما فيش محاولات خطيره بين الجانبين. و مايشي تحت مركز في وسط الميدان وما فيش محاولات خطيره بالنسبه للفريقين. و ونقطة الكرة في وسط الميدان تحت مركز و مخالفة لصالح غدوي. غدوي باجي باجي تفوق عليه غازي جحنين هلول هلول والكرة لصالح طالي اللي يتحول إلى وسط الميدان بعد ما دخل. معيشي كمدافع أيسر كرة لصالح فريق شباب بالوساد اللي قلت اليوم أنه غير البذل بتاعه والبث لباس الأزرق والأبيض الازرق والابيض وفريق اتحاد العاصمه بالاسود والابيض والاحمر. سلمي فيه سلمي فيه مزور وفيه القذافات القويه من سلمي قويه من سلمي لكن عاليه عاليه كثير وخارجه 6 امتار للحارس هشام زاير على الصوره. سلمي عبد الرحمن اللي كان قذف الكره هذه لكن عاليه كثير كورته. أول تغيير احدث كان في الدقيقة 38 حيث خرج بختي ودخل مايشي. وهكذا المقابلة صعبة وللفريقين حسابات كثيرة لنقاط طبعا لنقاط
البطولة. انه فريق اتحاد العاصمة لقاء بالنسبة ليه متخلف و يخدموا كثير وفيه مخالفة امام جالود. التعادل او الفوز بالنسبة لاتحاد العاصمة معناه انه راح يكون في المرتبة الاولى. بينما التعادل في لشباب الوزداد رايح يخليه في المرتبة الثانية امام بنفس العدد تاع النقاط، يعني 48 نقطة مع اتحاد العاصمة ومايشي. فاز شباب الوزداد اليوم راح يكون في المرتبة الأولى طبعا ب 50 نقطة. باجي توقع عليه دغماني، دغماني يتفوق امام باجي والكره تمر لمزور. مزور في وسط الميدان يمد لمعيشي، معيشي مادوي لسلمي وبونقجة. بونقجة الكره لستاره، ستاره يحاول انه يوزع يبدل تماما الجهه ناحيه معيشي. طاليس، محمد طاليس في هذه المحاولة الفردية يحاول، واحد اثنين طاليس يدخل وتدخل الدفاع مرة أخرى. مزوار قطعة قوية لكن يخرجها حمدود إلى الثلاثة. كانت قوية من طاليس، قوة في دخول قوة وإصابة بتاع طاليس أظن بعد ما اصطدم بالدفاع. لم ليس تتم له الاسعافات الاوليه لاصابه اظن على مستوى الرجل، والجمهور يتفاعل مع اللقطات الجيده والجميله، يتفاعل كما ينبغي. بينما اذا كان فيه ركود في اللعب فالجمهور هو الاخر راكد و غير ناشط. لم يصاب طاليس، الإعادة هذه بعد هذه المحاولة، لكن فيه التماس على الجهة اليمنى من جانب مزور. كورته أرضية تروح لمعوش، معوش ينطلق وسط الميدان. معوش فيش تسلل ناحية أشيو على الجهة اليمنى، أشيو اللي يحاول المراوغة لكن ما يتفوقش، ويتفوق عليه معيشي. الكرة لصالح فريق اتحاد العاصمة لكن إلى التماس، ولصالح اتحاد لا لصالح اتحاد العاصمة. تبقى الكرة للاتحاد ناحية أشيو. سلمي شرطة قبل المخالفة أمام أشيو والإجدام. إجدام لأشيو رقم 10. أنه تدخل من الخلف أمام المدافع سلمي. لم يبقى على الشوط لم عودة طاليس إلى الميدان بعد ما قدرت الإسعافات، و نعيش الدقيقة 45 من الشوط الأول. نعرف بعد قليل إذا دقيقتين إضافيتين. المحاولة ناحية باجي والحارس ميزاير اللي خليها تخرج إلى التماس. تماس لاتحاد العاصمة، إذا دقيقتين دون الوقت الضائع. ونقجة خلفه الكرة تعود لاتحاد العاصمة لأنه حكم أو مساعد الحكم سيد جبار كان أشار إلى أنه اللاعب ما كانوش الحق باش ينفذ التماس الا باذن من طبعا الحكم الرئيسي وفتحي.
فتحين ناحية مادوي، مادوي خير الدين، الكرة لصالح مزور، مزور ترى ما تصلوش كرة وغول، مادوي خير الدين بد كورتو لمعيشي، معيشي مادوي، معيشي ترجع الكرة لسلمي، سلمي وبونقجة، بونقجة يخليها لفتحين على الجهة اليمنى، فتحين يحاول انه يفتح ناحية مزاير مباشرة، كانت مباشرة ناحية مزاير الحارس، حارس المنتخب الوطني، و غول غول ومعيشي ويتركها معيشي للحارس ولدمطا، حكم يعلن اذا عن نهاية الشوط الاول بالتعادل صفر مقابل صفر. اذا شوط اول نقدر نقول عليه انه شوط متوسط الى اقصى درجة، لانه ما فيش محاولات ما عدا محاولتين خطيرتين لصالح فريق اتحاد العاصمة عن طريق اشيو، ومحاولة واحدة لصالح اتحاد العاصمة شباب بلوزداد في الشوط الاول، يعني محاولة خطيرة، وهكذا ينتهي الشوط الاول بتعادل صفر مقابل صفر. الى نترككم